هاي، انا مس امنيه، والنهارده تاسيس how to make a sentence. تعال نتعلم بالراحه ازاي نكون sentence. اتفقنا ان السنتنس هي كلمه جنب كلمه جنب كلمه عشان خاطر تديني معلومه وتفهمني ان انت عاوز تقول لي ايه. طيب عشان اكون سنتنس صح محتاجه اتعلم حاجه اسمها اجزاء الجمله. طيب ايه هي اجزاء الجمله؟ اجزاء الجمله اول حاجه عندي حاجه اسمها subject. السبجكت ده هو الفاعل بالعربي، والسبجكت هو الفاعل في العربي، وفي الانجليش هو اللي بيعمل الفعل. اللي بيعمل الفعل ده او اللي بيعمل الجملة دي او اللي احنا بنتكلم عنه في الجملة بنسميه subject وبنحطه number one. طيب السبجكت بيتكون من ايه؟ حاجة من الاتنين، لإما يكون noun لإما يكون pronoun. مين هما الناونز؟ اي اسم في الدنيا نقول عليه ناون، اي اسم شخص، اي اسم مكان، اي اسم شيء ينفع نمسكه في ايدينا نقول عليه ناون اسم. زي ايه؟ زي مثلا ان انا ممكن ابدا باسم علي. علي يعني علي ده ممكن يبقى سبجكت، علي ده سبجكت ونحطه في نمبر 1. ممكن كمان نبدا ساره، نبدا الجمله بتاعتنا بساره. ممكن كمان نبدا الجمله بتاعتنا بزاكات القطه، زاكات. ممكن كمان نكتب الجملة بتاعتنا بعلي، نبدأ السنتنس بتاعتنا علي and سارة. كل الحاجات دي هي السبجكت الناون. السبجكت النوع الأول منه الناون. طب يا ميس أنا مش عاوز استخدم الناونز عشان أنا مثلا معرفش اسمه أو أنا معرفش اسمها وعايزة أكتب حاجة تانية. نستخدم البروناونز أو الضماير. يعني ايه؟ يعني البروناونز بتاعتنا السبعة المهمين جدا في الانجليش، انا، اي، هو، هي، هي، شي، وغير العاقل، ات، هما، زي، احنا، وي، انت، يو. طيب يا ميس هو احنا ينفع نكتب علي وينفع نكتب هي؟ لا طبعا ما ينفعش، ما هو اصلا علي وهي هما سبجكت، هما حاجة واحدة. يبقى لاما ابدأ بعلي لاما مش عايز اكتب علي ومش عارفة اسمه، او هتكلم عن اي ولد هحط مكانه هو هي. طب لو انا عايزه اتكلم عن بنت يبقى اما ابدا بساره لاما اتكلم عن هي شي. طب لو انا عايزه اتكلم عن القطه لاما اكتب ذا كات لاما اكتب عنها غير العاقل ات. طب لو انا عايزه اتكلم عن ساره واحمد او ساره وعلي يبقى هتكلم عنهم بهم زي. طب لو انا بتكلم عن حد في وشي هقول عنه انت، انت، يو، انت، يو. طب لو انا بتكلم عن انا، I and علي، I and علي يعني أنا وعلي، أنا وعلي، يبقى أنا أتكلم عنه بأنا I، أنا I. لكن أنت يو لو أنا بتكلم عن حد في وشه، أنت يو. لو أنا بتكلم عن I وفي I موجودة يبقى I and علي نتكلم عنها بإحنا وي، إحنا وي، I and علي، إحنا وي. بتكلم عن حد في وشه اقول لك انت، انت. طب لو بتكلم عن نفسي انا يبقى اتكلم عن نفسي اقول انا، يبقى انا، اي، هو، هي، هي، شي، وغير العاقل، ات، هما، زي، احنا، وي، انت، يو. دول البروناونز اللي عندي او الضمائر اللي ينفع ابدا بيهم السنتنس، ينفع ابدا بيهم السنتنس. اوكي عرفنا اول حاجه في السبجكت، اول حاجه في السنتنس هي السبجكت. طيب بالراحه كده تعال نتكلم عن تاني حاجه في السنتنس بتاعتي، وتاني حاجه او نمبر 2 في السنتنس بتاعتي حاجه اسمها الفيرب. والفيرب يعني الفعل. الفيرب يعني مين؟ الفعل. طيب الفيرب بتاعنا مقسوم حاجتين، حاجه اسمها helping verb يعني فيرب بيساعدني، وحاجه اسمها main verb يعني فيرب اساسي. حاجه اسمها helping verb فيرب بيساعدني، حاجه اسمها main verb فيرب اساسي اصلي. طب يا ميس الجمله لازم يكون فيها ايه؟ الجمله الاساسي هو اللي يكون موجود، الاساسي هو اللي يكون موجود. المين فيرب مفيش جمله في الانجليش ما فيهاش فيرب، لازم يكون فيها فيرب، وطالما هو واحد بس اللي موجود نقول عليه فيرب اساسي، فعل اصلي. طالما هو الواحد الموجود يبقى ده اسمه ايه؟ فعل اصلي. الاصلي هو المين فيرب وده لازم يكون موجود، لازم لازم يكون موجود، لازم يكون موجود. ما ينفعش جملة ما يكونش فيها
ما يكونش فيها فعل أصلي، لا ينفعش جملة ما يكونش فيها فعل أصلي. طيب مين هو بقى الهيلبنج فيرب؟ الهيلبنج فيرب ده هو الفعل المساعد. الهيلبنج فيرب هو مين؟ الفعل المساعد، وده احنا بنستخدمه عشان خاطر نعمل زمن جديد، عشان خاطر نعمل مثلا بياخد النط مكانه. الهيلبنج فيرب ده هو اللي بياخد النط جنبيه، وممكن الجملة ما يكونش فيها هيلبنج فيرب، فده عادي، ده ايه يعني؟ مش أساسي، مش أساسي، ممكن يكون موجود، ممكن لا يوجد، يعني ما يكونش فيه أصلا helping verb، ممكن لا يوجد خالص، لكن ده لازم يكون موجود. المين فيرب، الفيرب الأساسي، لازم يكون موجود. المين فيرب، الفيرب الأساسي، لازم يكون موجود، لازم يكون موجود. طيب أدينا هوش فهمنا شوية الفيرب. طيب إيه بقى تاني المفروض نركز عليه في الفيرب؟ الزمن. عشان أركز على الفيرب ده لازم أعرف في حاجة اسمها تنس. يعني إيه تنس؟ تنس يعني الزمن. الزمن التنس ده هو اللي بيبين لك الجملة بتاعتك أنت دي اللي بتكتبها، بتكتبها في أي زمن، قصدك إيه منها؟ مثلا أنا أكل، طب أنت بتاكل دلوقتي ولا أكلت امبارح ولا لسه هتاكل بكرة؟ فلازم أركز في حاجة اسمها تنس. التنس هو الزمن بتاعي. طب والزمن بتاعي ده اركز عليه فين؟ في الفيرب، لان الزمن هو بيتحط في الفعل، مش بيتحط في اي حاجة تاني غير مين؟ غير الفعل. طب يا ميس، ايه الازمنة اللي عندي في الانجليش؟ يا ده الانجليش ده مليان ازمنة، مليان ازمنة. اول زمن عندي اللي انا بعلمه الاطفال وبعلمه اللي لسه بادئ جديد هو البريزنت سيمبل، اللي هو المضارع البسيط. اول زمن عندي هو البريزنت سيمبل، وده أول زمن اسمه الـ present simple، الـ present simple tense. طب يا ميس، الـ present simple يعني إيه؟ يعني إيه زمن أصلاً؟ لازم تبقى عارف إن الزمن هو الوقت، الزمن في حياتنا هو الوقت في حياتنا. طب أنا لما أتكلم بالـ present simple يبقى أنا قصدي إمتى في الوقت في حياتنا؟ قصدي إن أنا بتكلم عن عادة في حياتي أو حقيقة في حياتي. يعني إيه يا ميس؟ مش فاهمة. يعني أنا لو بصيت لكم كده أو فهمتك إن في حاجة اسمها خط الزمن بتاعنا، أدي خط الزمن بتاعنا، وخط الزمن بتاعنا ده في حاجة اسمها ناو، يعني بيطلع لقدام، حياتنا بتطلع لقدام على طول. في حاجة اسمها ناو، الحاجة اللي قبل كده الناحية دي اسمها past، يعني حاجة خلصت، حياتنا امبارح خلصت، أمس أو الماضي. وحياتنا اللي لسه هتحصل، اللي لسه هتحصل اسمها future، future يعني لسه هتحصل، اللي هو المستقبل. يبقى أنا عندي ناو الآن اللي هو الحاضر، وعندي الماضي، وعندي المستقبل. طيب أنا لو ما اتكلم عن حاجة حقيقية أو حاجة عادة في حياتنا يبقى أنا بعملها أي وقت أو بعملها في أي وقت. يعني إيه في أي وقت؟ يعني عملتها امبارح بعملها دلوقتي هعملها بكرة. زي مثلا إن أنا بحب ماما، بحب ماما امبارح، بحب ماما النهاردة، بحب ماما بكرة، دي اسمها حاجة حقيقية. انا اسمي امنيه، والنهارده اسمي امنيه، بكره اسمي امنيه، دي حاجه حقيقيه في حياتنا، حاجه عاده. انا اكلت امبارح، انا باكل النهارده، انا باكل بكره. هو ده، هو ده البريزنت سيمبل، اول زمن اللي بيعبر عن الوقت اللي بنتكلم فيه، عن اي وقت بنتكلم فيه، عن حقيقه في حياتنا او عاده في حياتنا. فهمتوا كده شويه؟ بسطتها لكم. فكل زمن ليه مكانه في خط الزمن، ليه مكانه، هو احنا بنستخدمه امتى. الزمن ده الـ present simple tense بنستخدمه ان نعبر عن عادة في حياتنا او حقيقة في حياتنا. طيب بالنسبة لطفل بيتأسس، طفل بيتأسس انا هعلمه حاجة اسمها verb to be. مين هو verb to be؟ verb to be هو عمه يكون في المضارع، يعني verb to be هو verb يكون، أنا أكون، هو يكون، نحن نكون، in present. يعني برضو بندخل الزمن، طبعا الزمن ده حاجة أساسية، محدش يقولي هي is و am و are ده إيه. is و am و are اللي هو verb to be ده present simple، ده الزمن ده في زمن المضارع البسيط. يعني verb to be هعلمه اللي هي am و is
و are، ودي أول sentence، أول جملة بسيطة بنتعلمها، اللي هو الزمن verb to be، قصدي الverb verb to be فعل يكون في الزمن البريزنت. يعني الزمن لازم يفهم ان am و is و are دي حاجة بتحصل حقيقية في حياتنا. He is a boy، يعني امبارح هو ولد. He is a boy، النهاردة هو ولد. He is a boy، بكرة هيبقى برضو ولد. يعني دي حاجة حقيقية، وده اول verb عندي بدرسه اللي هو verb to be. طب يا ميس خلاص فهمنا السبجكت على الاقل شوية حاجات منه، وفهمنا الverb. ايه بقى التاني؟ compliment. كومبلمنت يعني تكملة الجملة. يعني ايه تكملة الجملة؟ تكملة الجملة ممكن تبقى حاجات كتير. احنا اتفقنا ان الجملة لازم تديني معلومة، السنتنس لازم تديني معلومة. طب عشان خاطر تديني معلومة هختار هتكلم عن ايه، وهختار انا هتكلم عن فيرب يكون ولا فيرب يحب ولا فيرب يأكل ولا فيرب ايه الفيرب الكلام اللي انا عايزة اقوله، عشان ما اتفقنا مفيش جملة ما فيهاش فيرب. وامشي بقى امسك بقى اخر حاجة الكومبلمنت او تكملة الجملة. تكملة الجملة ممكن تبقى object، يعني كلمة واحدة مفعول. يعني ايه كلمة واحدة؟ يعني مثلا هو بيحب مامته، ممكن يبقى adjective صفة. هو يكون سعيد، ممكن تبقى وقت، هو بيصحى الساعة 7. ممكن يكون اي حاجة تانية، يعني في حاجات كتير جدا لسه اخرى، حاجات كتير. كل ما نكبر كل ما الجملة بتاعتنا او الكومبلمنت بتاعتنا بتكتر اكتر. ممكن تبقى propositions حروف جر، ممكن تبقى مكان، ممكن يبقى اي حاجة. المهم بتديني معلومة، بتديني معلومة. طب الجملة البسيطة بتتكون من ايه؟ بتتكون من object مفعول او adjective صفة او time وقت او اي حاجة تانية بنتكلم عنها في الobject. ده الشكل بتاع sentence. ابسط جملة في الانجليش لازم تتكون من 3 words، كلمة subject verb object. ولازم تبقى فاهم يعني الverb لازم يبقى فيه tense، زمن، لازم يكون فيه زمن. طب يا ميس هو am و is و are ده زمن؟ am و is و are ده زمن. verb to be in present زمن، الverb يكون verb to be في زمن المضارع. يا رب يكون على الاقل عرفتكم يعني ايه جملة، فهمتكم يعني ايه جملة. انا لما مثلا بعلم طفل او باسس طفل ازاي يكون جملة، لازم الاول ابدا معاه بالاجزاء. يعني ابدا معاه بايه هو الverb، ايه هو الناون، والناون دوا بيكون اسم او جمع، اسم مفرد او اسم جمع او اسم لا يعد، وبيساوي ايه من البروناون. يعني انا بمشي بالشكل ده، بيساوي ايه من البروناونز، يعني اكون فاهمة هو امتى بيستخدم بروناونز من البروناونز دي ضمير. وبعد كده بدخل على الفيرب وبفهمه يعني ايه تنس، وبعد ما فهمه يعني ايه تنس بدخل على فيرب تو بي اللي هو ام واز وار، وبفهمه بالراحة كده ازاي يستخدم الهيلبنج فيرب، الفيرب المساعد في النط، ويدخل على البريزنت سيمبل وبيتكلم عن الاوبجكت، او بدخل بالاوبجكت بس في الاول اللي هو a car a cat a boy a girl. برضو الاوبجكت نفس القصه بيكون ناون، فلازم اعرفه المفرد والجمع واللا يعد. لو عجبكم الفيديو ياريت بس تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه بتاعتي سبسكرايب، ولو عايزين اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتس تحت.